النهارده عايز اقول لك يعني احنا عايزين نساعد. يعني زمان لما في ناس طلعت قال لك الانتحار لما بيزيد لازم تعرف ان في زخم اعلامي على الانتحار. زي لما حصل زخم اعلامي على حاله شاب قتل فتاه، ابتدت في ناس تحب تقلد ده. احنا بص يا سيدي، الناس مش كلها زي بعض. دي الناس يعني لازم الناس تفهم الجزئيه دي، احنا مش كلنا زي بعض، احنا عندنا اضطرابات شخصيه. انت عارف تقرير دبليو اتش او طالع اوله امبارح، عدد حالات اضطرابات النفسيه على مستوى العالم كام؟ 25%. 25% من سكان العالم ده عندهم اضطرابات نفسيه. ده دبليو اتش او اللي مطلعها. فالنهارده احنا لما بنيجي نتعرض لموقف مش كلنا هيبقى ردود الافعال بتاعتنا زي بعض. اصل الناس تقول لك ايه؟ هو ليه عمل كده؟ هو ليه ما عملش؟ يا اخوانا انا لما بيحصل موقف معين 98% بيشوفوا الموقف عادي زي ما احنا شايفينه انا وحضرتك. في 1% بيخافوا جدا، بيترعبوا لما بيسمعوا موقف زي ده، يترعبوا على اولادهم. يقول لك ده طالب عمل كذا في طالبه، انت بنتي ما تنزليش، لا يا بنتي ما تروحيش، وطول ما بنته نازله رايحه الكليه ورايحه الدرس، انت فين دلوقتي؟ كلميني. اي حاجه تقلق، انا واحد من الناس بنتي انا قلقت وهي رايحه درس، وهي رايحه المدرسه، وهي رايحه النادي، وهي رايحه اللي مش ايا كان، قلقت. قلقت بس في ناس منعت. ما تروحيش امتحان عن ما امتحنتي. ونزل معاها الامتحان عشان تحت ضغط. قال لها طب انا هروح معاك اوصلك اللجنه وهستناك بره الجنه. يا ست ما انت ما فيش علاقه مع حد. تعالى بقى في 1% تانيين قاعدين يتفرجوا. ما احنا عندنا نفس المشكله دي، ما احنا بناخد نفس الحلول. ما احنا ناخد نفس الحل. يعني النهارده الاخ اللي في الاردن اللي قال لها انا هعمل فيك زي ما المصري زي عمل. ليه؟ هو كان عنده مشكله. وليه الحل موجود؟ انتحر النهارده. انتحر النهارده. ليه الحل في مشكله في مشكلته؟ يقول لك طب انا اقلد اللي عمله الاخ المصري. زي النهارده لما واحد تفتكر حضرتك جت فتره ناس ترمي نفسها تحت متر الانفاق. كان في واحد جاي من المنصوره عشان يرمي نفسه تحت المترو في الجيزه. فلما مسكوه يا حاج انت عايز ترمي نفسك؟ لان هو انا عايز اموت. طب ما انت عندك كان القطر في المنصوره. طخخ المشوار ده انت جاي كله يعني عشان ترمي نفسك؟ قال له ما هو كان الاعلام كله بيتكلم ان في ناس بتنتحر تحت المترو، المترو اللي بيموت. فتعمل له شحن ذهني كده، بس ان في باك مايند، خلفيه ذهنيه. لما اشوف الزخم الاعلامي بيتكلم على حاله انتحار، انا لما بتعرض لنفس الموقف اقول لسيادتك حاجه، في فيلم العادل امام البحث عن فضيحه، قاعد هو وسمير صبري في مكان وعاملين يتكلموا، وبعدين يقول لي انا مش لاقي حل، فلاقي في الجورنان اختطاف طائره، وبعدين بص في جورنان تاني اختطاف مش عارف، قال له خلاص اختفى. الحل جاله لما هو شاف اعلام بيتكلم على حاجه تاني، اختطاف طائره، اختطاف مش عارف اتوبيس فين، هو قالك طب ما انا اخطف. الفنانه ميرفت امين في الفيلم. اذا هي دي اسمها الخلفيه الذهنيه او الباك مايند. انا خدت خبره من ناس نجحت في فعل شيء يتخلصوا من نفس الضغط اللي انا فيه. انا متذكر مره كنا مع بعض وكان حاضر معانا حد حول الانتحار مرارا وتكرارا وكذا هوي الى انا يعني تمام. انا فضلت باصص له كده، انت لا بتنتحر ولا عايز لفت انتباه. لفت انتباه. يعني في ناس مجرد الانتحار محاوله ان انا بقول للناس انا عندي صرخه، انا عندي مشكله. ما هو برضه تعبان، هو مش عاملها يعني انه هياخد بيها شو، ولكن هو زي اللي بيطلع على الفيسبوك يا اخوانا افتحوا لايف انا هموت لكم نفسي دلوقتي. هذا شوي يعني. انا ايوه ده زي الفيلم بتاع حسن يوسف. ده شو اتهم نفسه بالقتل ومنه بالقتل عشان يبقى مشهور، عشان يبقى مشهور وفريد شوقي طلعه في الاخر. لا ما هي في ناس، انا بقول لك احنا مشكلتنا ان الناس كلها متخيله ان احنا كلنا بنفكر زي بعض. لا احنا عندنا فئه صغيره قوي بتقلد اللي بتشوفه. يعني المفتاح عند الاب والام. الاب والام الأسرة. فيها ليه الشخصيه بني ادم، وانا يا ريت كل اب وام يركزوا معايا، ده مهم جدا والله ليكم. الشخصيه بتيجي من ثلاث عناصر. جينات هنقول 10%، ماشي. خبرات حياتيه 10%، ان الخبرات هتيجي متاخره بعد التربيه. فيبقى الاساس ايه؟ 80% تربيه. ربي ابنك صح، اديله ثقه في نفسه. العيل الصغير من سن 3 سنين هو عايز يشوف ابوه. الاب هو المثل الاعلى، الاب هو القدوه، الاب هو الايه؟ الامان.
لو الاب مش موجود بندور على الايه، نقول الفازر فيجر او صوره الاب البديل اللي هيحميني. الولد لما ينتقص الاب هيروح لاما مشاكل جنسيه يا مشاكل نفسيه يا مشاكل سلوكيه. واحنا عاملين نقول ايه، المشاكل الجنسيه بتزيد ليه، المشاكل السلوكيه بتزيد ليه، المشاكل النفسيه بتزيد ليه. نسب الطلاق العاليه بتخلي الاب والام منفصلين، بتخلي العيال بيتربوا بعيد عن الاب او بعيد عن الام، بالتالي بيبقى عندهم حرمان عاطفي فبيعوضوه بهذه المشاكل الجنسيه او النفسيه او السلوكيه، فبتزيد هذه النسب.